يأتي العيد لكنه لا يشمل كل الناس، والأصعب عدم دخوله بيوت وقلوب الصغار لأن مستلزماته غالية الثمن، ولأن الكثير من العائلات بكل أسف لا تستطيع تحمل تكلفته، ولأن فريق للنشر هو من الناس وللناس أحب أن يتشارك فرحة العيد معهم. تنقلنا بين العديد من المناطق وزرنا البيوت، ولم ننسى الأطفال والمرضى داخل المستشفيات أصحاب الحق بفرحة العيد. زرنا العم جورج، رجل 72 عاماً والذي ما يزال يعمل حتى اليوم، ولكن الحال تعبانه. يعني بيأكل أكل اللي بيجيبه بيأكل، وإذا بيجوا أهلاتي بدون يخطوني لعنده ما بلون لا حددت أمي هوني أو بلبس وروح لعنده. يمكن الله هيك كتبني أو غلط مني أنا، ما تجوزت ما جبت بلد، بقول كيف ما في إنسان ما بيغلط. مثلا مثل اليوم اليوم عيد مثلا قاعد لحالي. نحن بهيدا العيد حابين نعيدك ونقدم لك ميرسي كثير، يعني اجى بوقته وما له كثير انك هون كنت عايزهم. بعدين عندي براد هيدا تعبان اضرب مني انا تعبان بدي كبه، في شيء عندي اعطيه مش عاجبني لازم اجيب، بس البيت بدي ادفع. بعيد مرتاح مكيف ما في علي دين ما حدا قال له معي. والى الاحياء المتواضعه من بيت الى اخر شاركونا همومهم كما زرعوا البسمه في قلوبنا. شو عامله عشا بهيدا العيد؟ عامله روستو بيوري وتبوله. كان عبالك تجيبي حبش؟ انه في معاناه اكيد، بس مش انه بتحطمه للواحد، ولانه اذا بده يقعد يفكر بالمعاناه وهيك ما بيوصل لمحل. جمعتنا هي هذا احلى كادو، أكتر شيء بقدم لهم إياه هو إني أقدر أعلمه، بس يعني الهدايا آخر شيء عنا. مثل ما قالت الماما إنه ربنا بيدبر كل شيء بالنهاية. من سوريا من الحسكة، وهيدا أول عيد رح أعيد هون أنا، وشوي صعب يعني إنه بعيدة عن الأهل. قادرين نجيب لهم شيء بس مو مثل كل هالعالم. يعني حب عايد مع أهلي وبقول لهم كل سنة إني سالمين، وإن شاء الله عيد التاني برجع لعندهم، وهذا أمنيتي بس. لن نعرض كل الحالات لخصوصية قصص بعض الناس، ولأن هدفنا إطفاء الفرحة والبسمة على ليلة العيد معهم.